الدكتور محمد فتحي عبد الغفار، أستاذ جراحة وزراعة الكبد كلية طب جامعة عين شمس، استشاري جراحات الكبد والقنوات المرارية والبنكرياس. أهلا بكم. النهاردة حلقة كالعادة شديدة الأهمية وكثيفة العلم. اخترنا موضوع أعتقد أنه موضوع يقلق جدا، يخوف، مضاعفات جراحات الكبد. وعايز أقف قدام عملية زراعة الكبد، وإن كان الموضوع واضح أنه هيبقى عام من بس زراعة الكبد، لكن هقف قدام ما بعد الزراعة. ما بعد الزراعة ينبغي أن نفهم أن هناك احتمالات لأشياء عديدة، من ضمنها مثلا رفض الجزء المزروع. الرفض ده موجود في الطب في كل أجزاء البرانشات الطبية عندما يزرع شيء. يعني مثلا في عملية الهارت ترانسبلانتيشن، في عملية زراعة القلب، هناك فرصة في رفض القلب المزروع. الكلى نفس الكلام، الكبد نفس الكلام. الفكرة بتاعة الرفض دي على فكرة أنا أعتقد أنها تغيب كثيرا جدا، مش بس عن ثقافة المرضى، ده عن ثقافة بعض الأطباء في غير التخصص ده. لأن أنت بيجي لك المريض اللي عنده كبد زرعه في تخصصات أخرى، وليكن في البطنة، وليكن في الجلدية، وليكن وبيشتكي من أعراض معينة. ينبغي أن تدرك كويس جدا وأنت بتاخد الهيستوري والتاريخ المرضي من هذا المريض، إن هذا المريض تم زراعة كبد له، وإنه هو قد يكون عرضة لأحد المضاعفات اللي من ضمنها الرفض. وشكل الرفض ده قد يكون شكل من الأشكال اللي أنت بتكشف عليه، شايفها كعرض ومش عارف تشخصه، فانتبه. فالأمر شديد الأهمية. برضو إحنا قدام كلمة طبية قلما حد بيحب يتكلم فيها، اللي هي فكرة المضاعفات بعد العملية. ناس كتير قوي ما بتحبش، سواء من الفيلد الطبي أو حتى من المرضى، يقول لك ما تكلمنيش عن المضاعفات بعد العملية. في الثقافة ده لازم يتغير، لأنه مش عيب إن المضاعفة تحصل، العيب إن إحنا ما نعرفهاش أو ما نعرفش نتعامل معها. فإحنا بنحكي عنها عشان نقول إن هذه المضاعفات يمكن التعامل معها، وكيفية التعامل معها بيكون إزاي. الحقيقة الحوار النهاردة أنا متأكد إن هو هيكون على أرقى مستوى علمي، أكيد مع ضيفي العزيز القيمة العلمية الكبيرة الأستاذ الدكتور محمد عبد الغفار، أستاذ جراحات وزراعة الكبد بكلية الطب جامعة عين شمس، زميل جامعة آيسن بألمانيا لجراحات الكبد والقنوات المرارية والبنكرياس، وعميد معهد الكبد السابق ضيفي العزيز. أهلا بيك دكتور. أهلا بحضرتك. الحقيقة اختيارك للموضوع فاجئني. يعني مين بيتكلم عن مضاعفات ما بعد الجراحات؟ محدش بيحب. ويمكن عشان كده اخترتها، ان احنا دايما الجراحين بيخافوا يكلم المريض على المشاكل بتاعت العملية. الاعتقاد عنده قد يكون مخطئ، ان لو انا قلت العيان مشاكل هيخاف ومش هيعمل عملية ويروح دكتور تاني، ويمكن دكتور تاني ما يقولوش لا لا المشاكل دي بتحصلش. لكن حقيقة انا يعني مدرسة مختلفة شوية، ان لازم المريض يبقى عارف كل حاجة بتفاصيلها بنسبها بعلاجاتها ايه قبل العملية. ويعني يمكن الفيدباك بتاع القصة دي ان نادرا ما في عيان بيغير قراره بناء عن هو عارف المضاعفات ايه، لا هو بيزداد ثقة في الدكتور بتاعه. لكن ان انا اخبي على العيان، لا، حتى لو المريض هيخاف ومش هيعمل عملية مش مهم، بس مهم يعني تبقى انت من جواك حاسس ان انت عملت عليك وشرحت له كل حاجة بتفاصيل. بالذات ان في حاجات قلت في الاول مثلا زراعه الكبد، يمكن احنا اتكلمنا حلقه كامله عن مضاعفات زراعه الكبد، دي مشكله لازم العيان يبقى عارف الخطوات الكتيره اللي هتحصل بعد العمليه، كل خطوه ايه المشاكل ممكن تحصل، بعضها مشاكل هو يتجنبها لو عرف ايه اللي يحصل ايه اللي يعمله. فشرح المضاعفات ده شيء مهم جدا جدا في الجراحه بصفه عامه. دخلنا العمليات سواء حاجه مشكله الكبد من تحت القفص الصدري، طب انا هوصل له ازاي؟ محتاج ان انا اشد كاني بفتح القفص الصدري. كنا زمان نخلي الدكتور الصغير يمسك القفص الصدري ويشد، طبعا هو هيشد دوت مهما زعقت فيه مهما عملت فيه هشد دقيقتين وهيريح مش هيقدر. فدلوقتي لا، بقى فيه بقى حاجه اسمها ريتراكتور، جهاز معين بيشد، وده بحديد بحاجات مفصلات يفتح لي قفص الصدري خالص من الناحيتين دول، بحيث الكبد ده يبقى في ايدينا نقدر فعلا نتعامل معاه. دخلت جوه وانا عايز استأصل جزء من الكبد، طبعا هنا بحتاج اجهزه تانية كتير قوي، من ضمنها موجات صوتيه. لازم الجراح بتاع الكبد يعرف يعمل موجات صوتيه بنفسه هو،
لان انا بحط الجهاز على الكبد نفسه وابتدي كاني برسم الكبد من جوه. انا برسم الاورده ماشيه فين والشرايين ماشيه فين، بحيث ان انا ارسم الخط بتاعي اللي هقص فيه مع ورش ده مع ورش ده، الحته دي على بعد قد ايه من سطح الكبد، كل ده بنعرفه بالموجات الصوتيه. رسمت وحددت الجزء اللي انا هشيله، لازم بعد كده هبتدي اقص في الكبد. طب الكبد ده كميه الدم اللي فيه كتيره شويه فممكن ينزف، فيبقى معانا جهازين، جهاز وصفته ان هو يكسر الخلايا الكبديه ويحافظ على الاورده والشرايين ما يعملهاش حاجه. هو نوع من الموجات الصوتيه بيطلع ذبذبه كده وميه بحيث انها تدوب الانسجه لكن ما تعرفش تدوب الشريان او الوريد، فاقدر اسلك الشريان والوريد يبقى هو لوحده كده اقدر اربطه من غير ما يحصل النزيف. ده جهاز. الجهاز التاني اللي انا ببتدي اقص في الكبد ده موجات صوتيه تانيه يبتدي يقطع ويكوي في نفس الوقت، وبالتالي انا اقدر اشيل اجزاء او اقص في الكبد من غير ما يحصل نزيف. احنا دلوقتي اكتر من 95% من حالات استئصال اورام الكبد حتى لو بنشيل نص الكبد العمليه ما بياخدش دم خالص جوه العمليه. لو انا بتكلم على حاجه حميديه زي في المتبرع بتاع زرع الكبد بيبقى عندنا جهاز حاجه اسمها سيل سيفر، ده جهاز بيبتدي ياخد يسحب الدم اللي نزفه العيان ويدخله له مره تانية، وبالتالي العيان مهما نزف هو اللي بينزفه بياخده ويرجع له مره تانية، وبالتالي ما يحتاجش اديله دم خالص. بس ده شرطه لازم يبقى مش بتعامل مع اورام، لان يعني لو عامل اورام ممكن كده انا اخلي الورم يخش في الدم. فانا كده قطعت في الكبد، ابتديت الجزء اللي قطعته ده برضه ممكن يبقى فيه نزيف شويه، يبقى عندي جهاز ثالث حاجه اسمها ارجون، غاز معين يكوي النسيج بتاع الكبد نفسه. كل دي حاجات انا اجهزه او تكنيكات بعملها جوه العمليه عشان اعمل حاجتين، ان انا اقلل النزيف، لان كل الدراسات بتقول ان اكتر حاجه بتحدد نجاح الجراحه كميه الدم اللي بتفقدها جوه العمليه. انا ممكن اعوض دم ده بنقل دم من الخارج، لكن ده بيأثر على الكبد نفسه بالذات لو الكبد ده متليف. فجوه العمليه انا وظيفتي عايز اعمل حاجتين، عايز ان انا اقلل النزيف على قد ما اقدر، الحاجه الثانيه ان احافظ على الجزء المتبقي سليم، بمعنى ان الدم اللي داخله والدم اللي خارج منه والقنوات المريه بتاعته كلها تبقى سليمه. لما بقطع انا في الكبد كده، لو انا هستأصل بالذات جزء كبير من الكبد، الجزء ده كان داخله قنوات مراريه، لازم ان انا اعرف فين القناه المريه نفسها وابتدي اقفلها لوحدها، لان ده قد يسبب تصرف السائل المراري بعد العمليه. وبنعمل احنا جوه العمليه لو انا حتى بشيل جزء من الكبد لازم اشيل المراره واحقن من قناه المراره سائل بضغط عالي بحيث لو في اي حاجه بتعمل تسريب نقفلها جوه العمليه. لو احنا عملنا الحاجات دي يبقى احنا كده تقريبا تجنبنا معظم المشاكل اللي ممكن تواجه العيان في الفتره الاولانيه من العمليه. طيب العيان بقى خرج من العمليات هيطلع على الرعايه، يجي دور دكتور برضو بتاع الرعايه، قد يكون تخدير او قد يكون متخصص في الرعايه، برضو دوره مهم جدا جدا، دوره مهم في برضو كميه السوائل العيان بيحتاجها بعد العمليه ما يزودهاش قوي عشان ما يحصلش احتقانات ما يحصلش نزيف زياده. دوره مهم في الرئه نفسها، زي ما قلنا ان هو العيان بعد العمليه نفسه ما بيبقاش زي الطبيعي فمعرض لالتهابات الصدر، بيحط المريض في اوضاع معينه، يبتدي يقلب المريض، يبتدي يكححه، يبتدي يخليه يعمل تمارين تنفس، حاجات زي كده. فالرعايه برضو بنقعد مثلا في الغالب يوم في الرعايه، اليوم ده يوم مهم جدا لان هو فعلا بيوصل المريض من اوضه العمليات لاوضته العاديه بامان. طلع في الدور بتاعه، هنا هيبقى المراقبه اكتر للمشاكل اللي قد تحدث بعد العمليه، بالذات لو كبد متليف او الجزء اللي هسيبه له كان صغير قوي. المشاكل دي اكثرها بتبقى ايه؟ اول 24 ساعه اللي بخاف من النزيف، ودي الحقيقه من الحاجات القليله، يعني لا تتعدى 5% من الحالات ان ينزف بعد العمليه، لكن اللي اكتر منها تسريب في السائل المراري زي ما قلنا لو كان في قناه مراريه صغيره ما اتربطتش، او ان ساعات بيبقى في قنوات صغيره على سطح الكبد نفسها الجهاز اللي بيكوي ده بيقفلها، بس بعد يومين ثلاثه تبتدي الحته اللي قفلها دي تقع فيحصل شويه تسريب. دي ما هياش مشكله، احنا حاطين درنقه السائل ده هيطلع فيها كام يعني اسبوع اسبوعين بالكثير بتقف لوحدها.
دي كده تقريبا المشاكل اللي هو العيان بيعدي منها في الحالات اللي هي العادية. التعامل مع هذه المشكلات كلها ممكن معظمها التعامل معها انها بتحصلش. يعني زي ما قلت لحضرتك ان في 20% من الناس بيجي لهم جلطات في الرجل. حلها بسيط جدا ان يحط الجهاز اللي يمنع جلطات الرجل، ان انا اديله دواء للسيوله قبل العمليه ويقف يوم العمليه الصبح. جراحات الكبد يمكن تختلف عن الجراحات الثانيه في القرار. اصعب حاجه فيها مش اوضه العمليات، اصعب حاجه فيها ايه افصل العلاج المناسب للمريض ده بالذات. ان انا هشيل جزء من الكبد، طب الجزء دوت الجزء اللي انا سايبه ده هيكفيه ولا مش هيكفيه؟ وكلمه يكفيه دي كلمه مش سهله. لو هو بنتكلم على كبد سليم بتبقى سهله شويه، لان انا العامل الوحيد اللي بيأثر في الموضوع الوزن. ان مثلا انا مفروض اسيب له 1% من وزنه، يعني هو لو عن 70 كيلو يبقى انا عايز 700 جرام كبد. 700 جرام دي بعرف احسبها من اشعه مقطعيه، هو بيوزن لي كل قطعه في الكبد لوحدها ويقول لي والله الجزء ده فعلا 700 او 800 ولا اكتر ولا اقل. ده في الكبد السليم. مشكلتي في الكبد المتليف، لان درجه التليف مختلفه من شخص لشخص، والتحاليل ما هياش دقيقه قوي عشان تديه مؤشر 100%. فانا حسابيا انا سبت له 1% من وزنه، بس 1% ده شغال بكفاءه قد ايه؟ لو هو شغال 50% يبقى انا سايب له 0.5% مش 1%. طب انا احسبها دي ازاي؟ بره عندهم اختبار كده مش موجود في مصر، حاجه اسمها اندوسيانين جرين ريتينشن تيست، مش مشكله يعني، بس هو فكرته ان ماده بنحقنها والماده ديت بتفرز من الخلايا الكبديه السليمه بس. فكل ما كان الكبد سليم هيتخلص من الماده دي بسرعه، كل ما الكبد ده كان تعبان مش عارف يتخلص بيها فيحتبس الماده، عشان كده اسمها ريتينشن تيست، فبيتحبس الماده دي في الجسم. وبعد كده بقيس مستوى الماده دي، على حسب مستوى الماده الاحتباس اقول عندها يتحمل جزء ولا فص ولا قد ايه من الكبد. بس دي بتعتمد على ان الكلى كمان تكون سليمه. والكلى سليمه طبعا. يعني ممكن الكلى تخدعني في الموضوع ده. ما هو بقى ان الكلى مع الكبد دي حاجه صعبه قوي. ضربتين في الراس توجع. بالظبط. بس للاسف الماده دي مش موجوده في مصر. وبالتالي احنا بنلجا لحاجات اخرى زي حاجه اسمها تشايلد، بس دي مش دقيق قوي. اكتر حاجه بعتمد عليها شكل الكبد نفسه في الاشعه المقطعيه. ممكن شكل الكبد الاقيه متليف قوي فيبقى التحاليل كويسه، بس اقول له الكبد ده مش هيتحمل عمليه، او شكل الكبد شكله حلو يتحمل عمليه، بس كل ده لازم يبقى تحاليله كلها سليمه. ما ينفعش تبقى الصفرة عاليه، ما ينفعش يبقى البومين واطي، ما ينفعش الصوره تبقى عاليه. كل الحاجات دي لو في اي لخبطه فيها ده من الاول ما يخشش عمليات. يظل الموضوع ده موضوع مهم جدا، اللي هي مضاعفات جراحات الكبد تالي لسه مفتوح الباب، وبتقلي ان هو ياخد منا اكيد اجزاء في اماكنه يعني اكيد. واحنا بنتكلم على اورام الكبد، على زراعه الكبد تحديدا، هنتكلم تاني على بعض المضاعفات الموجوده. لكن على المريض انه يستوعب جدا انه فكره طرح او شرح المضاعفات قبل اجراء العمليه دي ثقافه مهمه جدا، والمريض يثق جدا جدا بمن يحدثه عن المضاعفات المحتمله، لانه اكيد من يعرف هذه المضاعفات بشكل واثق وبسرد كامل يستطيع ان يتعامل مع هذه المضاعفات. نكران المضاعفات او استبعادها وعدم الحوار فيها ده هو الذي يقلق اي منظومه طبيه، اقصد بها المريض، ويقلق ايضا الدكتور انه ما يتكلمش على المضاعفات، هيقلق جدا هو نفسه هيقلق وقد يندم على ذلك. تعرف حاجة كده أقول لك بس كلمة على الحتة دي بسيط. النهاردة وأنا في العيادة كان عندي مريض عنده حاجة هنستأصل الفص الشمال بتاع الكبد، فزوجته بتقول لي هو من نوع القلوق قوي فعايزة حاجة تطمنه. قلت لها بالعكس ده أنا هخوفه زيادة جدا، أنا هشرح له كل حاجة هخوفه زيادة. الراجل بعد ما سمع كل الحاجات القلق بتاعه قل شوية، لأنه عرف إن اللي أصله أنت لو ما قلتلوش حاجة هو دماغه هتجيب حاجات ممكن ما تحصلش. بالظبط. لكن لما قلت له انت كل حاجه هو خلاص اطمن ان اقصى حاجه عارفها واقصى حاجه ليها حل، فيطمن زياده. يعني كالعاده تسعدني وتبهرني ضيفي العزيز القيمه العلميه الكبير الاستاذ الدكتور محمد عبد الغفار، استاذ جراحات وزراعه الكبد، الاستاذ بكليه الطب جامعه عين شمس، زميل جامعه ايسن بالمانيا لجراحات الكبد والقنوات المريه والبنكرياس،
والعميد السابق للمعهد الكبد القومي. طبعا كان ضيفي العزيز في واحدة من أهم حلقاتنا على الإطلاق دائما في الكبد وجراحاته في المسا الحلو. خليكم على المسا الحلو.